ما بتتصوري قديشني مبسوط لأني أخيرا زوجتك. لا تفكري أنك زوجة تانية أو ضرة بعد مرتي ليلى. أنت البنت اللي حبيتها من قلبي. بعرف انك ما بتحبيني وعندك اسبابك اللي مقتنع فيها، بس انا بوعدك من هاللحظة وحياة عيونك رح ننسيكي كل شي مرقتي فيه. باللحظة اللي رضيتي فيني واجيتي لحالك، هي هي بداية حياتي. بكرة بتشوفي، من اليوم ورايح رح تشوفي عدنان غير، بوعدك. رح ضل استنى اليوم اللي رح تحبيني. انت كل حياتي ملك. عملتي بحالي؟ ليش بقى؟ ليش يا عمي ليش؟ كيف بتتزوجي من هالحقيرة؟ زمرد زمرد زمرد، مو حلوة منك حبيبتي تفيقيهم للعالم بنصاص الليالي. استني شوي وبيطلع الصبح، ساعتها بنقعد وبنحكي مع عدنان. هو اللي بدك اياه بصير، بس انت روقي لك. شو ضلنا نحكي فيها بهية؟ ما انتي من طول عمرك ما بتعملي حساب لكلامي، فهلأ شو؟ عدا ما بدا. بس هلأ تصرفاتك رح تخليكي تندمي. أنا ما عاد بدي اسكت، لازم كل العالم يعرفوا إنه عدنان مو ابن هذا القصر. بوس ايدك، لا تعمليها، لا تخربي لي بيت ابني. تركيني، أنا عملت يلي علي. إجا الوقت اللي رح تتحاسبوا فيه على كل شي. الكل رح يعرفوا إنه عدنان مانو من عائلة كيرمان. لا تؤاخذني، يمكن غفلت عيني. ليش عمي منصور ما رجع لهلأ؟ ليكون تركنا ومشي كمان؟ العم منصور مستحيل يتركنا، هلأ بيرجع. لا تاكلي هم. أنا كتير مرعوبة، حاسة إنه ما رح نطلع من هون. راح احكي لك حكاية وراح تفهمي الجواب منها. كان يا مكان ثلاث أصدقاء علقوا بمغارة مثل ما علقنا هلا. واحد من هالثلاثة قال نحن شو عملنا؟ شو عملنا مشان ربنا؟ قديش منحبه؟ خلونا ندعي يمكن يرحمنا برحمته ويساعدنا لحتى نطلع من هون. قام اجا واحد تاني من هالأصدقاء ورفع ايديه هيك وبلش يدعي يا ربي. العامل اللي كان عم يشتغل عندي ترك من غير ما ياخد تعويضه. قمت اشتريت بهالتعويض نعجة وكبش، وهالنعجة جابت أولاد وصاروا قطيع كبير. بعد فترة رجع العامل
أمت أنا عطيت كل هذا القطيع لهذا العامل المسكين. يا رب أنا عملت هيك لأني بحبك. يا الله ساعدنا ولا تتخلى عنا، خلصنا من هذا السجن. لحظتها الصخرة تحركت وزاحت شوي. ايه وبعدين؟ لك احكي بقى خلصني، غير مين وينها؟ انا ما بعرف. رح تقلي يا حقير وين نيرمين قبل ما اضغط على الزناد؟ لا جن يا فؤاد، البنت ما لها ذنب بنوب، تركها بقى حرام عليك. لك هاي وحده وسخه ضحكت عليك مثل ما ضحكت على الكل. اذا بتخبيها تحت سابع ارض رح الاقيها، مو انا اللي بينضحك عليه. بابا اتركوا، بيكونوا بهالمنطقه، ما لحقوا يبعدوا اصلا. زمرد حبيبتي إذا حكيتي الحقيقة شو رح تستفيدي؟ فهميني بس، يعني هاي عزة توفى وعلي حياتي مريض، إذا راح عدنان مين رح يمسك هالعيلة كلها؟ أنت بهالطريقة رح تبهدلينا وتمسحي بسمعتنا الأراضي. هاد آخر همي، لا أنت ولا حتى عدنان بتهموني كمان. بكفي بقى، وصلتوا لآخر كسبتكم بهية. زمرد زمرد بترجاكي، والله إذا عرفوا بيقتلوني. بوس ايدك لا تحكي، الله يوفقك ساعديني، لا تحكي قدام حدا انه مو ابني، استري علينا. تركيني بهيه، انت شفيتي علي شيء؟ لما من فتره حاولتي تجننيني، دوقتوني عذاب كبير، وهلا اجى وقت الحساب. تركيني تركيني. زمرد زمرد زمرد، الله يخليكي لا تفضحي. زمرد خانم علي. بسببي تزوجت أمي، بسببي تزوجت عدنا. إيه واعي طبعاً، أنا كمان بحب ملك كتير، وحاج تعمل لي حالك روميو. قلي بس، أنت شو اللي قدمته لملك؟ آه؟ أنا أمنتك على ملك، هيك بتحافظ على الأمانة؟ آه؟ أنا بحبها كتير، ورح ضل حبها أكتر منك أنت.